المخدرات يعني هو أنا دخلت فيها من حوالي 7 سنين. الفترة اللي اتأثرت بها أكتر آخر 3 سنين. كنت ملتزم جدا في شغلي، كان شغلي ده حاجة مقدسة في حياتي زي الصلاة وزي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ودخلت في المخدرات عشان في مشكلة صحية، وده خطأ مني، مش ببرر الخطأ، بس طبعا مش عيب ان انا اغلط، احنا مش ملايكة، احنا بشر يعني. بس ان انا اسأت استخدام الحاجة دي. وممكن كمان يعني حاجة اللي حابب اوضحها للناس، يعني ان مش شرط الانسان اللي دخل في المخدرات انسان سيء او حتى داخل بنية سيئة. ممكن انا داخل بنية حسنة ان انا عايز اتغلب على مشكلتي الصحية دي عشان اقدر اقدم شغلي على اكمل وجه، عشان اقدر اساعد الناس وراعي ربنا في شغلي، وان هي نيتي كويسة. بس في حكمة تقول النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح.